اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وسناره. احنا على الهواء، فيا ريت تكلموني على الارقام اللي ظاهره على الشاشه، ولو في اقتراحات او تعليقات او وصفات عاوزيني اقدمها ابعتوها لنا على البيج بتاعتنا شبكه وسناره على الفيسبوك بالاسم، علشان نبتدي من الاسبوع اللي جاي نقدم الوصفات اللي حضراتكم طلبتوها. النهارده هعمل رز صياديه وهعمل كلماري مقرمش. اقول لحضراتكم على المكونات: شوربه، رز، بصل، ثوم. دي مكونات رز الصياديه، هنعملها مع بعض واحده واحده. بعد كده عندي كلماري مقرمش بطريقه جديده شويه. مكونات: ميه، خس، دقيق، ليمون، كاري، بودره ثوم، وقطعتين كلماري. الطريقه هنعملها ازاي؟ هي طريقه جديده شويه ولذيذه، وبتبقى غالبا مضمون ان هي بتطلع مقرمشه. طبعا لازم يبقى عندنا زيت تحمير جاهز سخن جدا، ملح وفلفل. هنظبط الكلام ده كله واحده واحده مع بعضينا. طيب هبتدي اول حاجه اجهز للرز. عشان نعمل الرز يعني نبقى واثقين ان هو هيطلع مفلفل، نحاول نجيب الحلل اللي بتبقى فيها القاع بتاعها سميك علشان الحراره توزع. لو ما عندناش الحله اللي قاعها سميك، في اللي بيسموها الشياطه، او في كده زي قرص حديد مدور مخرم بيتحط تحت الحله، ده بيطلع بيوزع الحراره لو الحله اللي بنستعملها الومنيوم او حله مش قاع سميك. نسخن النار، نولع دي كده. كل فكره الرز الصياديه ان احنا محتاجين نقرص شويه على البصل. يعني ايه نقرص شويه على البصل؟ يعني نسويه او نخليه يبقى قرب من اللون الاسود، بس نخلي بالنا كويس قوي ما نستناش لحد لما يبقى اسود. لو استنينا انه اسود هيمرر، فاحنا محتاجين يوصل للون البني. اول ما يوصل للون البني على طول بنحط الرز او الثوم او البهارات اللي احنا عاوزينها. ناس بتعمله بسكر، ناس تعمله بصلصه طماطم، بس احنا هنعمله النهارده بالطريقه اللي اتعلمتها انا على المراكب، وبالطريقه اللي ناس كتير بتعملها. هقطع البصل صغير علشان ما يبقاش مضايقني، لانه هيفضل هسيبه موجود في الحله. في عندنا طريقتين ان احنا نعمل بيها الـ يعني رز الصياديه. ألذ طريقه، بس هي مشكلتها ان هي بتعمل ريحه جامده قوي في البيت. بعد ما بقطع البصل واشوحه جامد قوي في النار، بحط كميه المرق او كميه الميه اللي احنا المفروض هنستعمل الرز عليها. يعني لو انا هعمل كوبايه رز او بوله رز، يبقى اخد كميه الرز واعايره بالظبط على قد الميه. وبعد كده بحط الميه في البصل واصفيها واستعملها في طبخ الرز عادي خالص. استاذه ايمان، الو. استاذه ايمان، مساء النور يا فندم. ازيك يا شيفنا، اخبارك؟ ازي حضرتك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله الحمد بخير. لله. الحمد لله. انا كنت عايزه منك خدمه. انا على طول بعمل دايت، يعني بقالي سنه كده دايت على طول، بظبط وزني مع طول. فانا بتمنى ان حضرتك اني تقول لي الطريقه. انا زهقت من اكل السمك المشوي، طبعا على طول مشوي مشوي، ممنوع من الزيوت. فانا عايزه على طول كده تعمل لنا اكله يكون فيها دايت على طول. يعني انا عايزه اغير السمك. عندي سؤال. طب يا فندم، حضرتك ممنوعه من زيت الزيتون ولا زيت الزيتون ممكن؟ هو زيت الزيتون ممكن، بس انا بحب احطه على السلطه. طيب هو ممكن حضرتك تستعملي زيت الزيتون بدل السمنه او الزبده، لان هو ما بيبقاش فيه دهون زياده زي بقيه المواد الدهنيه، وبيبقى مفيد. فممكن تعملي كل الاكل بتاع حضرتك بكميه صغيره من زيت الزيتون، او في وصفات زي ما بنسلق السمك في شوربه من غير زيت خالص، من غير اي حاجه، وبعد كده بنحط عليه الصوص اللي حضرتك تبقي عاوزاه. وميرسي جدا لاتصالك. طيب انا حطيت زيت عادي عشان الرز الصياديه، وكميه البصل كتيره، يعني نص بصله كبيره. لو بنعمل يعني لو نجيب بصل اصغر من كده تنفع، بس دي البصله دي كبيره شويه. وبعدين بقى بنسيب البصل لحد لما زي ما قلت لحضراتكم بيوصل للون البني، نسيبه كده براحته. في ناس بتحط ثوم وناس ما بتفضلش الثوم. انا بالنسبه لي الرز بالبصل والثوم من احلى الحاجات اللي ممكن تتاكل. هجهز فصين ثوم كده، اي تقطيعه بقى مش فارقه خالص، لان كده كده كل ده هيوصل لدرجه الشوى. طيب هطلع فاصل وارجع اكمل حضراتكم الرز والكلماري المقرمش.
رجعت لحضراتكم بعد الفاصل. كل اللي انا عملته حطيت شويه ملح صغيرين على الرز، اسف على البصل بتاع الرز، وحطيت الثوم، وهستنى بقى عليه لحد لما ياخد رقته خالص ويغمق. هو بياخد وقت فما تقلقوش. طبعا لو عندكم في البيت البوتاجاز نار بيبقى اسرع شويه من الكهرباء، فبيبقى الموضوع اسهل، بس انا كده سبت كل حاجه. طيب هعمل بقى كلماري مقرمش علشان ناس كتيره طلبت موضوع الكلماري المقرمش ده، ففي طريقتين يتعمل بيها. ممكن نخلط بودره الثوم والكاري والملح والكلام ده كله مع الدقيق ونعمله مره واحده، وممكن نعمل حاجه تانية. نجيب بوله نحط فيها معلقه بودره الثوم ومعلقه كاري، وبعدين زيت زيتون او زيت عادي المتاح، ده شغال وده شغال، حبه كويسين كده. الو عبد الله ازيك؟ الحمد لله. ازيك؟ عندك كام سنه يا عبد الله؟ عندي 12. طيب قولي، عاوزني اقول لك على طبخه او اي حاجه؟ تتبيله السمك. حاضر، ميرسي قوي لاتصالك يا عبد الله. ألذ تتبيلة للسمك، توم، شبت، ليمون، ملح وفلفل، شوية زيت، ونتبل السمك، بس ما نسيبوش فترة طويلة علشان الليمون ما يسويش السمك ويخليه طعمه يتغير. يبقى أنا كده حطيت الكاري والملح وبودرة التوم وشوية فلفل صغيرين. لو عاوزين تزودوا حاجة شطة أو حاجة حراقة ممكن نزود شوية، ونجيب شوكة كده نقلبهم. الو شيف وسام، ازيك؟ ازيك يا هشام؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ بحاول. لا لا لا، انت فانتاستيك يعني، انت عارف كده يعني. ربنا يخليك. حلو قوي القميص ده، انا عايز استفسر منك. حاضر، انا هخلص تصويره وهجي على عندك دلوقتي. طيب زي الفل كده. الف مبروك على الهواء هشام. الله يخليك. ميرسي يا حبيبي، ميرسي، ربنا يخليك. منور يعني. ربنا يخليك. مش عايز تسالني على حاجه؟ طيب هو عارف انا اللي بسالك، بس مش عايز تسالني على حاجه. هسالك ايه يعني، قهوتك ايه؟ من غير سكر ومن غير لبن. طيب زي الفل، خلاص انا هاخد انا السكر واللبن واشوفك بعد بقى الحلقه. خلاص اوكي، ميرسي قوي يا شيف وسام. شيف وسام مسؤول اتصل بيا، ميرسي جدا جدا جدا، من اكتر الشيفات اللي انا بحبها واحترمها، وعلى طول انا وهو بنتشاور في اكلات كتيره جدا. طيب انا بعد ما عملت الثوم، بودره الثوم والكاري والزيت الزيتون والليمون وملح وفلفل، هقطع الكلماري رفيع، وبعدين احطه في التتبيله. طبعا لو سبتوه في التتبيله في البيت فتره اطول بيبقى المفعول بتاع الطعم اكيد اكتر. دلوقتي انا مش هقدر اسيبه فتره، يعني هحاول اسيبه يمكن 5 دقائق على ما يكون البصل بدا ياخد اللون اللي احنا بنحاول نوصله، اللي هو قبل ما يتحرق، يعني قبل ما يبقى اسود اللون البني كده. اقطع الكاليماري تمام. طبعا لازم يبقى الزيت سخن جدا علشان نبقى ضامنين ان هيوصل للمرحلة بتاعت القرمشة. بايديا بقى كده، خلي دي هنا يمكن احتاجها، هوصل التتبيلة لكل حاجة. ممكن نزود على التتبيلة دي، نشيل الكاري ونحط مستردة، تنفع. بس كده وصلنا للون البني اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو قبل ما يتحرق. لو سيبناه اكتر من كده هيبتدي طعمه يبقى مر. هحط بقى الرز، هقلب. استاذ مصطفى اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا يا باشا، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. عايز اعرف طريقه سمك مشوي. سمك مشوي بالرده. اه تحت امرك. حاضر يا فندم، وميرسي جدا لاتصالك يا استاذ مصطفى. طيب هغسل ايدي بسرعه. طريقه السمك المشوي بالرده، تمام. لو قلنا سمك اي نوع سمك، مش هنقول نوع معين عشان ما نبقاش رابطين حاجه بانه سمك مشوي. هنجيب السمك نخليه بقشره زي ما هو، ونغرقه بميه ممكره كده، ونحط عليه شويه رده، نفتح البطن ونحط فيها التتبيله اللي احنا عاوزينها، توم، فلفل، تتبيله السمك، وبعد كده ندخلها الفرن مع حته فحم وزبده، بتطلع زي المطعم بالظبط. اقلب بقى الرز كده تمام. عندنا شوربه ماشي، عندنا ميه ماشي، اللي موجود هيقوم بواجب طبخ الرز.
استاذه سمر. الو الو الو، ازيك حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا شيف؟ الحمد لله يا فندم. الف مبروك يا شيف على الهوا وعلى الاستوديو الجميل حضرتك واقف فيه منوره. الله يبارك فيك يا فندم، ميرسي جدا. وميرسي جدا على الاكلات اللي حضرتك بتعملها، اكلات جميله ولذيذه وبنجربينها وبتطلع تحفه. طب الحمد لله، ميرسي جدا يا فندم، ميرسي لذوق حضرتك. تحبي اقول لك على اول طلب؟ اه طبعا يا فندم، 10 طلبات كمان. إيه لو سمحت، لو انا عايز اعرف طريقه للجمبري مشوي ومقلي، بس احسن طريقه من طرقك يا شيف. مشوي ومقلي، حاضر. تمام، حاضر، ميرسي يا استاذه سمر لاتصالك. مقلي، انا هعمل دلوقتي الكلماري المقلي او المحمر في الزيت. نقدر نعمل الجمبري زيه بالظبط، نشيل الكاري نحطه مسترده او نعمل دي مره ودي مره. بالنسبه للمشوي ننضفه كويس من الظهر، وبعد كده نتبله تتبيله كويسه بليمون وخل وفلفل حار وزيت زيتون، وبعد كده نشويه على الفحم او نشويه في طاسه على النار. كده الرز هنوطي عليه بقى النار ونسيبه، نجيب غطا الحله ونشوف موضوع الكلماري. استاذه منى، الو. ايوه يا استاذ هشام، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، الحمد لله. استاذ هشام، عايزه طريقه الكابوريا اللي هي بتبقى مجمده، عايزه اللي هي سكسي، عايزه اعملها لولادي بطريقه كويسه اللي هي بتبقى فرايد دي. الكابوريا هي المجمده دي، مش كابوريا حاجه، الصوابع اللي هي بيقولوا لها بينك في ابيض، هي دي مش كابوريا قوي. ف بس ممكن حضرتك تعمليها. ممكن حضرتك تقولي طريقه مثلا؟ طبعا طبعا، الاولاد حبوها. حاضر. ما عملناها برضه. حاضر يا فندم، ميرسي جدا لاتصال حضرتك. الطريقه الظريفه ان احنا نعملها بدقيق وبيض وبقسماط ونحمرهم للاولاد ونحطها في ستيكس في العيدان الخشب دي، ونقدمها لهم مثلا مع شويه مايونيز، مع مسترده، مع هاني ماسترد، مع اي حاجه من الحاجات دي، بتبقى طعمها حلو قوي، بيحبوها جدا. هعمل بقى ايه؟ مش عجينة، يعني هعمل زي عجينة البانكيك كده، اللي هي بتبقى يعني مش سايبة قوي ومش ماسكة نفسها قوي. ايه دي كده، هزود شوية دقيق كمان صغيرين، بس بنحاول نخليها يدوب بس تمسك في الحاجة، يعني عشان اجرب باخد واحدة كده. الو استاذ مصطفى، مصطفى ولد صغير. الو الو، ايوه نعم، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. قول لي يا حبيبي، عاوز اقول لك على اي حاجه؟ تتبيله السبيه. تتبيله السبيه اللي هي الكاليماري يعني؟ حاضر. حاضر يا مصطفى، ميرسي قوي لاتصالك. طيب تتبيله السبيه لو هنعملها مقليه، التتبيله هي قدامك، حطينا كاري وبودره ثوم، ليمون وملح وفلفل، وقلبناهم مع بعض. دي التتبيلة بتاعت اللي هي تبقى مقلية يعني. لو عايز تعملها مثلا طاجن، ممكن نعملها بشوية زيت زيتون، بصل وتوم، نحط كلماري ونحط معاه شوية صلصة طماطم وفلفل ألوان، وبعد كده نسويها كويس على النار في طاسة، وبعدين ندخلها الفرن لمدة ربع ساعة. ألو أم يوسف. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ حضرتك الحمد لله، ازي حضرتك؟ حضرتك منور الشاشه، ربنا يخليك يا فندم، متشكر. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. هو ينفع اشوي السمك في فرن الكهرباء؟ طبعا ينفع يا فندم. يعني مفيش اي مشكله خالص ان احنا نشوي السمك في فرن الكهرباء، وبعد كده ممكن نحط له حته زبده ومعاها فحمه مولعه عشان يدي ريحه الفحم او يدي ريحه الشوي. طيب كده الكاليماري كل ما بحاول اسيبه شويه في التتبيله برضو بياخد طعم اكتر. بس كده هسيبه شويه في التتبيله واجهز الطبق اللي هقدمه فيه، علشان محتاج اسيبه شويه برضو لان الحاجات دي هناكلها بعد ما نخلص، فيبقى طعمها مظبوط. طيب علشان بس يبقى شكل الطبق كويس، ممكن ايه نحط كده، يعني ده خاص ما فيهوش اي حاجه خالص، بس بنعمله كده علشان يبقى فيه لون كويس مع الكلماري. الو ايمان. الو الو، ازيك يا ايمان؟ الله يسلمك. عندك كام سنه؟ انا عندي 10. 10 سنين. عايزاني اقول لك على اي طبخه او اي حاجه؟
ها قولي. أسلم عليك. الله يسلمك، متشكر. وإيه تاني؟ طب خطك حلو قوي يا شيف. متشكر. مش عاوزاني أقولك على أي وصفة أو أي حاجة؟ لا بتابعك دايما. متشكر قوي. متشكر قوي، ميرسي لاتصالك، ميرسي جدا. طيب كده نجرب بقى. طبعا خلي بال حضراتكم لما يكون في زيت سخن على النار نخلي بالنا واحنا بن ايه بن بنبتدي نقلي اي حاجه. ممكن نستعمل ده عشان نبقى كويسين، يعني يبقى بعيد شويه، لان اول لما اي حاجه تنزل هتعمل شويه طرطشه، او عشان بيبقى فيه ليكويد او فيه ليمون والكلام ده كله. وممكن نستعمل دي المناسب لحضرتك، ولو ما فيش دي او دي ممكن نستعمل شوكه كده. افتكروا بقى كويس ما تملوش الطاسه قوي، يعني الطاسه الطاسه اللي هنقلي فيها ما نملهاش قوي، ناخد وقتنا وناخد راحتنا علشان الاكله تطلع مظبوطه وتطلع حلوه ومقرمشه. لو هتعملوا جمبري يتعمل بنفس الطريقه، لو هتعملوا كالماري يتعمل بنفس الطريقه. مش عايزين نملى الطاسه قوي، ومش عايزين نخلي الزيت يبقى مش سخن، هي بالنظر كده يعني. اول لما هبتدي احس ان الطاسه بقت زحمه هخف ايدي خالص. بس بالنسبه للكميه اللي عندي دي المفروض ان هي تكفي في الطاسه مره واحده. وطبعا نبقى مجهزين طبق ورق مناديل علشان اي شويه زيت زياده موجودين في الكالاماري يطلعوا. فاض الحته هنا شبكه في بعضها، سلكها. ودايما انا بحاولوا يعني تخفوا ده علشان المعجون اللي هو الدقيق والكلام ده لما يبقى زياده بس بيبهدل الزيت. ده كده خلاص مش محتاجينه. الو ام عبد الله، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايز اعرف طريقه الجمبري المقلي. الجمبري المقلي قصدي حضرتك يعني زي الكالماري اللي بعمله كده، ولا جمبري مقلي حاجه تانية؟ ممكن حضرتك بس توطي صوت التلفزيون شويه، لان انا سامع صوتي فمش سامع حضرتك كويس. انت طبيخك حلو قوي قوي يا شيخ. ربنا يخليك يا فندم، متشكر جدا. والله جميل يعني. ربنا يخليك، متشكر. حضرتك بس وضحي لي عاوزه الجمبري المقلي. عايز اعمل جمبري مقلي زي اللي من الشيرين من السوق، كل ما اعمله يبوظ مني. طيب هقول لحضرتك ان شاء الله مش هيبوظ المره دي. حضرتك هتجيبي شويه معلقتين دقيق، تمام، شويه ملح، شويه فلفل، وشويه ميه، وتعملي الدقيق ده بحيث ان هو يبقى عامل زي العجينه السايبه، تمام. عايزه بقى تزودي عليه كاري، تزودي عليه فلفل حراق، تزودي عليه بابريكا، اي حاجه، تمام. وتسخني الزيت زي ما انا مسخن الزيت جامد قوي كده، تحطي الجمبري جوه العجينه اللي عملناها، وبعدين ننضفه كويس من العجينه ونحطه في الزيت، يبقى زيت سخن وما نملاش الطاسه. المفروض يطلع مظبوط جدا ومقرمش جدا. يعني بياخد له حوالي 3 4 دقايق ويكون ايه اتظبط وبقى مقرمش. على ما يكون كده استاذ مصطفى، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم، امرني. اعمل لي صبيط. حضرتك تعمل صبيط مقلي ولا صبيط يعني بصلصه حمراء ولا طاجن؟ لان انا بعمل صبيط، ما كلمالي صبيط طاجن. طيب ميرسي جدا لصحتك يا استاذ مصطفى. طاجن صبيط، هجيب طاسه زي دي واسخن فيها شويه زيت، شويه بصل متقطعين صغير او حلقات كبيره، شويه ثوم، صلصه طماطم، فلفل الوان، ممكن جزر وكوسه. بعد كده نحط الكلماري ونقلبهم على النار كده من 5 لـ 8 دقايق، وبعدين ننقل الكلام ده كله جوه الطاجن ويكون مسخنين الفرن. ندخل الطاجن الفرن، وقبل ما يطلع ب 10 دقايق ممكن نحط عليه شويه جبنه موتزاريلا من فوق، هيبقى لذيذ جدا. ميرسي جدا لاتصالك. الو استاذه اسماء. الو، الظاهر الخط قطع، يا ريت تتصلي بيا تاني. انا كده شايف ان الكلماري وصل للمرحله المظبوطه. طلعوا بقى افردوا على الورق المناديل.
استاذه كريمه اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف عامل ايه؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ ازي صحتك؟ انا تمام الحمد لله. والله منور الشاشه. والله منوره بيك يا فندم. متشكر. الله يبارك لك يا رب. انا بشكرك يعني على كل حاجه حلوه بتقدمها لنا. والله متشكر جدا يا فندم. الو استاذه كريمه، واضح ان الخط قطع، يا ريت تكلميني تاني. خلي ده هنا كده بقى، هبص على الرز مره واحده. طبعا ساعات كتير قوي بالنسبة للحاجات زي الرز أو الحاجات اللي بتخش الفرن ما بيبقاش عندي وقت كافي في البرنامج إن أنا ألحق أعمله، فببقى مجهز من قبلها. لكن نقدر نقول إن هو قدامه يعني ما بين 5 دقايق و10 دقايق بس، هو كده وصل للون اللي إحنا بندور عليه. ده رز الصيادية اللي أنا بعمله بطريقتي كده. هسيبه كمان شوية لأن لسه في شوية من المرقة تحت، فمش عايز إن أنا أطلعه يبقى لسه فيه مية. ادي الكاليماري اهو. الو استاذه شاتسي اهلا وسهلا. هاي ازيك يا هشام عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. هشام كنت بسالك لو انا عامله دايت وعايزه اعمل سمك فيليه. تمام قولي بس بقى، يعني قولي كذا طريقه لو عندك. حاضر، ميرسي جدا يا استاذه شاتسي لاتصالك. طيب لو عايزه تعملي سمك فيليه وعامله دايت، عندك طريقتين يعني اضمن طريقتين. يا اما نجيب ميه ونحط فيها ورق لورا وحبهان ونتبلها ملح وفلفل، وممكن نحط فيها ليمون جراس مثلا اللي هو حشيشة الليمون ونغليها، وبعدين نجيب السمك الفيليه نسلقه فيها لمده 8 دقائق ونطلعه. ممكن بقى تحطي عليه اي صوص انت عاوزاه، ما يبقاش فيه حاجه دهنيه. وممكن تعملي نفس الطريقه بس تحطي لبن جوز هند وتسلقي فيها السمك ويطلع يبقى نفس الفكره. في طريقه تانية ممكن برضو لو عايزه تجيبي بيكنج تري يعني صينيه فرن ما تكون ما بتلزقش، وتدخلي السمك فيها جوه الفرن لمده 10 دقائق وتطلعيه، تحطي عليه بقى مثلا اي حاجه من الصوصز اللي موجوده ما يكونش فيها دهون. وميرسي جدا لاتصالك. كده انا عايز اوري حضراتكم بس قد ايه هو مقرمش. لو الصوت واضح كده يعني بنبقى ايه. كل بقى اللي اعمله نحط كلماري كده. الو استاذه مريم ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله يا فندم. ازي حضرتك؟ تسلم. الحمد لله. تسلم ايدك على كل اللي بتعمله. الله يسلمك. متشكر والله. كل الاكلات اللي بتعملها عظيم. ربنا يخليك يا فندم. ميرسي جدا جدا جدا. كنت عايزه والله النهارده اسالك، يعني عمرك ربنا يديك العمر، عمرك اطول من عمري. كنت عايزه اسالك على الكاليماري برضو المقلي، بس حضرتك سبقتني. طب الحمد لله الحمد لله. انا كنت عايزه، احنا كنا جبنا مره كاليماري وعملناها وطيناها بالغطا اللي هو بتاع القرنبيط اللي هي دقيق وبيض والحاجات دي. ما هي دي اللي انا عملتها. أيوة بس انا بس احنا عملناه حلقات، والمشكله اللي حصلت معانا ان وقع الغطا من عليه. يعني اول ما نحطه في الزيت ينزل الغطا في ناحيه والكاليماري في ناحيه. تمام. وبعدين لما بيطلع يعني ماسخ كده، طعمه ماسخ وبيشد. ما هو حضرتك بقى تمام. طبعا ميرسي جدا لاتصالك يا فندم. هو الفكره ان احنا لما نعمل العجينه اللي انا عملتها دي ما نخليهاش سايبه قوي، يعني نخليها تقيله سنه بحيث ان انها تمسك على الكاليماري او على الجمبري او حتى على السمك. وبعدين نتبلها بقى بالحاجه اللي احنا بنحبها. يعني انا حطيت فيها كاري وحطيت فيها بودره ثوم وملح وفلفل علشان كده بيبقى فيها طعم. لكن لو سبتيها من غير حاجه هيطلع طبعا طعمها يعني ملوش طعم. فحاولي دايما تحطوا فيها اي حاجه. ممكن بقى ايه ناخد مثلا حته نعناع كده يعني للشكل بس، كفايه دي. طيب ابص على الرز اخر حاجه. يعني هو استوى بس محتاج يقعد وقت شويه. طبعا انا مجهز طبق تاني. لا لسه ما استواش قوي بس انا مجهز طبق تاني علشان الظروف اللي زي دي. ادي طبق الرز الصياديه وادي الكلماري المقلي. طبعا لو عايزين تقدموه بقى معاه مثلا مايونيز عليه، خيار عليه، ليمون وتوم زي ما انتوا عاوزين. يبقى عندنا النهارده طبق رز صياديه وجنبيه كلماري مقرمش والمايونيز علشان الديبنج. ميرسي جدا، اشوفكم في حلقه جديده. باي باي.